بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عندي اكتر من ورك سيت معموله على ملف اكسل وعايز ادخلها على الريفت، فبدل ما اخدها كوبي بيست هعمل برنامج دينامو بسيط طريف لطيف ظريف ياخدهم كلهم مره واحده ويبدا يحطهم. تمام، تعال نشوف ايه اسامي الورك سيت اللي عندنا. في كذا واحده هبدا امسحهم. بحيث مش هيبقى معايا غير الافتراضي اللي هو شيرد ليفل وورك سيت 1، واقول له اوكي. هبدا اعمل نيو، هبدأ أقول له فايل باص أهوت، وبعد كده هقول له فايل فروم باص. جاب لي رسالة خطأ ليه؟ لأن مفيش أي معلومة داخلة له، هو محتاج معلومة عشان يبدأ يشتغل. فأقول له خد المعلومة وأنت خليك مانوال، بحيث إن أنا لما أحب أشغلك أقول لك ران. تمام، بعد كده هقول له هات لي حاجة تقرأ من الإكسل. فبلاقي عندي read from file و write to file. طب انا عايز اقرا، فهقول له read from file. طيب هو محتاج دلوقتي من الشيت نيم، لان ممكن يكون ملف اكسل فيه كذا شيت، فهستخدم string. string ده بتدخل نص. تمام، هنديله اسم الملف اللي احنا شغالين عليه شيت 1 لان انا ما غيرتوش. تمام، بعد كده هقول له flatten عشان نجهز المعلومه اللي هتتقري. ثم بعد ذلك هقول له ورك سيت كرييت. تمام، طيب محتاج انا ايه بقى دلوقتي؟ محتاج بس ان انا اقول له فايل باص، اديله الملف اللي انا شغال عليه اللي هو دوت، وهقول له رن. اجي ابص هنا الاقي ان هو حاطط لي الملفات الجديده اللي اراها من ملف الاكسل. وشكرا.